أعرف جيدا أن هذه المادة لا تلزم الحكومة بتعليل موقفها من هذه الإحاطة، ولكن لما أثيرت المسؤولية التقصيرية للحكومة في هذه النازلة كان لابد في إطار التوضيح أن نبين بأن القضايا التي لها طابع دولة وأمن وعلاقات دولية لا يمكن أن تكون فيها المسؤولية التقصيرية هكذا تلقى على الحكومة بطريقة بسيطة. الحكومة تتابع الموضوع بأعلى مستويات اليقظة والمسؤولية والتشاور الواسع، والحكومة كذلك ليست يعني عازفة عن التواصل مع البرلمان بكل الآليات التي تليق بهذا النوع من القضايا الكبيرة الحجم واللي كتطلب واحد المستوى من الإنصات والتشاور والمساءلة، لما لا؟ ولكن لا يمكن هكذا أن تقال بأن الحكومة يعني لا تتعاطى مع قضايا المواطنين في قضية من هذا الحجم الذي لا يخفى على أي مسؤول بأنها قضية يعني من عيار كبير تحتاج إلى مستوى عالي من المسؤولية ومن التؤدة في التعاطي والمعالجة ومن الانضباط المؤسساتي والتعاون بين كافة المؤسسات ديال الدولة من أجل أن لا نلعب في مربع الخصوم وأن لا نقدم الهدايا لمن يريد أن يمس أمن المواطن وأمن الوطن. شكرا سيد الرئيس.